هو انا ما شفتش، يعني انا هبطت الجمهور باش نلبي الجمهور ونلبي، يعني كنخرق واحد الفرجه للجمهور. هو كاين اللي كيبي يدير واحد اللقطه على ود باش انه يدير السويل شي حاجه ولا شي حاجه. احنا على عهد الله، احنا راه حنا كنمشيو بواحد النيه خالصه. انا كنهبط للجمهور على ود باش ان الجمهور يرتاح، ماشي على ود باش ندير شي فيديوهات ولا نتصور. انا واحد الانسان اللي محترم وبوليداتي وناس محترمين، يعني ما يمكنش غادي ندير شي حاجه اللي غادي تضيع لي السمعه ديالي.